السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هناخد درس جميل في منهج اللغة العربية، الصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الاول. درسنا النهارده يا ولاد المحور اللي معانا من اكون. من اكون؟ الموضوع اهتم بنفسي. الدرس بعنوان عادات صحية. تعالوا نقرأ الدرس مع بعض. عادات صحية. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي الساعة 6 صباحا. فادي، ما أصعب هذا الوقت؟ لماذا أشعر بألم في جسمي؟ رد عليه جسمه: أنت من فعل بنا هذا يا فادي. ليس الاستحمام فقط ما يجعلني بصحة جيدة. فادي، ماذا تحتاج لتشعر بصحة جيدة؟ الجسم، أنا أحتاج إلى طعام صحي. فادي، أنا آكل كل طعامي؟ الجسم، أنت تأكل نشويات دون خضر وفاكهة وبروتين. فادي حزيناً، أحتاج لأن أكون متوازناً. تعالوا نقرأ الدرس جزء جزء. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي الساعة 6 صباحا. استيقظ يعني صحى. استيقظ يعني ايه؟ يعني صحى. برافو، استيقظ يعني صحى. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي. أين استيقظ فادي؟ استيقظ فادي في غرفته الصغيرة. برافو. طيب متى استيقظ فادي؟ امتى يا ولاد فادي استيقظ؟ يعني امتى فادي صحي من النوم؟ الساعة، في الساعة 6 صباحا. متى استيقظ فادي؟ يلا، الساعة 6 صباحا. طيب تعالوا كده نشوف الاستخراجات. في يا ولاد نوعها ايه هنا؟ سمع حد بيقول لي مس حرف جر. برافو، حرف جر. غرفته، مين يقول لي فيها ايه؟ غرفته، هي اهي فيها هاء ضمير. الصغيرة، الصغيرة فيها ايه؟ فيها لام شمسية يا مس. الصغيرة لام هنا لام شمسية. برافو، الصاد هنا جت بعد اللام الشمسية عليها شدة. تمام. طب مين يقول لي الصغيرة دي نوعها ايه؟ نوعها اسم. برافو عليكم. طب عرفت منين ان هي اسم؟ يلا، انا سمع حد بيقول لي يا مس اولها الف ولام واخرها تاء مربوطة، ودي من علامات الاسم. استيقظ فادي الساعة، فيها ايه؟ الساعة فيها ايه؟ مد بالالف. برافو عليكم، برافو عليكم. 6 صباحا، صباحا مين يقولي صباحا دي فيها ايه؟ يلا، سمع حد بيقول يا مس دي فيها تنوين بالفتح، يعني كمان نوعها اسم عشان التنوين علامة من علامات الاسم. برافو، يبقى استيقظ فادي فين؟ في غرفته الصغيرة. طيب متى استيقظ؟ الساعة 6 صباحا. تعالوا نكمل. فادي بقى يا ولاد هنا بيكلم نفسه بيقول ايه؟ ما أصعب هذا الوقت، يعني الوقت ده صعب جدا. لماذا أشعر بألم في جسمي، يعني حاسس بوجع يا ولاد في جسمه، جسمه بيوجعه. طيب بص بقى، تعالوا معايا. ما أصعب هذا الوقت؟ هذا دي نوعها ايه؟ سمع حد بيقول يا مس دي اسم إشارة. طب لمين؟ اسم إشارة للمفرد المذكر. برافو، ما أصعب هذا الوقت، ده هنا أسلوب تعجب. برافو عليكو، بدأ بما أداة التعجب وانتهى بعلامة التعجب. طيب لماذا أشعر بألم في جسمي؟ بألم فيها إيه؟ برافو، سمع حد بيقول الباء يا مس حرف جر متصل. برافو عليك، وهو حرف جر متصل بالكلمة، الباء متصل بكلمة ألم، صح كده. ألم، بألم فيها إيه؟ فيها تنوين بالكسر. برافو عليك، برافو. رد عليه جسمه، بص يا ولاد بقى جسمه هيرد يقول له إيه؟ أنت من فعل بنا هذا يا فادي، يعني أنت يا فادي اللي عملت فينا كده وخلتني أوجعك، يعني خليت الجسم دايما تعبان وحاسس بألم. ليس الاستحمام فقط ما يجعلني بصحة جيدة، يعني مش بس الإنسان إنه يداوم على الاستحمام هو ده اللي بيخلي الجسم بصحة جيدة، لأ، ده الجسم محتاج لحاجات تانية بجانب الاستحمام، هنعرفها كمان شوية.
رد يعني أجابة. طب رد يعني أجابة، نوع رد إيه بقى يا ولاد؟ نوعها إيه؟ رد، رد حاجة بتتعمل أهو، يبقى فعل. فعل إيه؟ فعل ماضي. رد خلاص عليه، رد عليه جسمه، هو جسمه. هنا فيها إيه؟ فيها هاء ضمير، برو، فيها إيه؟ هاء ضمير. أنت، مين يقول لي أنت نوعها إيه؟ يلا، سمع حد بيقولي ده ضمير مخاطب يا مس؟ برافو، أنت ضمير مخاطب لمين؟ أنت، هو بيكلم فادي ولد مذكر، يبقى للمفرد المذكر. برافو، أنت من فعل بنا هذا يا فادي؟ هذا، هذا برضو نوعها اسم إشارة للمفرد المذكر. تعالوا نشوف كده معايا، ليس الاستحمام فقط ما يجعلني، يجعلني نوعها ايه؟ يجعلني، يجعلني يا ولاد، اولها ياء اهي، حرف من حروف المضارعة، حروف كلمة أنيت، يبقى نوعها ايه؟ نوعها فعل مضارع. بصحة جيدة، صحة فيها تنوين بالكسر وجيدة فيها تنوين بالكسر، الاتنين نوعهم ايه؟ نوعهم اسم. بصحة برضو الباء هنا نوعها ايه؟ زي ما خدناها قبل كده، مين يقول لي؟ سمع حد بيقول ده حرف جر متصل، برافو عليكم. يبقى الجسم رد على فادي يا اولاد، قال له ايه لما فادي قال لماذا اشعر بألم في جسمي؟ بماذا اجاب عليه جسمه؟ قال الجسم ايه؟ أنت من فعل بنا هذا يا فادي، ليس الاستحمام فقط ما يجعلني بصحة جيدة. تعالوا نشوف ايه جنب الاستحمام اللي بيخلي الجسم بصحة جيدة، يلا بينا. فادي ماذا، فادي بقى يا ولاد بيكلم جسمه هنا، بيقول له ايه؟ ماذا تحتاج لتشعر بصحة جيدة؟ محتاج ايه عشان تبقى كويس ويبقى عندك صحة جيدة؟ بص بقى معايا، الصحة يا ولاد عكسها المرض، الصحة عكسها المرض، يعني واحد صحيح او عنده صحة عكسها واحد او مضادها واحد مريض. لتشعر يعني تحس، تشعر يعني تحس. ماذا تحتاج لتشعر بصحة جيدة؟ تعالوا هنشوف الجسم رد على فادي قال له ايه. بس تعالوا كده نشوف كلمة تحتاج، تحتاج هنا نوعها ايه؟ نوعها فعل. طب فعل ايه؟ بص كده، تحتاج، لسه هو بيحتاج اهو، تحتاج ايه؟ يبقى اوله هنا حرف تاء، حرف من حروف كلمة أنيتو، حروف المضارعة، يبقى ده فعل مضارع. برافو. بص بقى الجسم رد على فادي قال له ايه لما فادي قال له طب انت محتاج ايه عشان تبقى بصحة جيدة؟ الجسم، انا احتاج الى طعام صحي. برافو، صحي يا ولاد، او كلمة صحي يعني مفيد ونافع او سليم، صحي يعني مفيد ونافع او سليم. طيب بص كده معايا، يبقى الجسم بيحتاج الى طعام صحي. طب ايه هو الطعام الصحي؟ هنعرفه كمان شوية. فادي، انا اكل كل طعامي. الجسم رد عليه قال له انت تأكل نشويات دون خضر وفاكهة وبروتين. الجسم قال له انت بتاكل نشويات فقط، لكن ما بتاكلش خضروات او فواكه او بروتين. طب ايه هي النشويات؟ النشويات دي يا ولاد، ده كل النشويات والبروتين والحاجات دي عناصر غذائية لازم ندخلها في جسمنا، ولكن بنسب معينة، يعني ما ناكلش نشويات بس من غير ما ناكل فواكه وبروتين، او ما ناكلش مثلا بروتين بس من غير ما ناكل فواكه وخضر ونشويات، لا، لازم ناكل من كل الاصناف دي. النشويات دي يا ولاد بنلاقيها موجودة في الارز وفي الخبز. طيب والبروتين؟ البروتين بنلاقيه موجود في اللحوم والألبان، بنلاقيه موجود فين؟ في اللحوم والألبان، يعني أنا لما باكل لحوم أو بشرب اللبن أنا كده بدخل البروتين في جسمي، خلاص. وطبعا مهم جدا ناكل الخضار والفاكهة. يبقى ماذا يحتاج الجسم لكي يكون بصحة جيدة؟ جسمنا محتاج إيه عشان يكون بصحة جيدة؟ يحتاج إلى طعام صحي. إيه هو الطعام الصحي ده؟ نشويات وخضروات وفاكهة وبروتين. يحتاج إلى إيه الجسم لكي يكون بصحة جيدة؟ يلا قولوا معايا، يحتاج إلى نشويات وخضروات وفاكهة وبروتين. برافو، يلا مين يقولي الجسم؟ هنا اللام، هنا لام إيه؟ الجسم. برافو، لام قمرية نطقناها وجي بعدها حرف الجيم من الحروف القمرية المجموعة في جملة ابغي حجك وخف عقيمة.
برافو عليك، بقى الجسم هنا اللملم قمرية. أنا نوعها إيه؟ برافو، سمع حد بيقول يا مس ده ضمير متكلم. برافو، أنا ضمير متكلم. برافو، أحتاج إلى. إلى نوعها إيه؟ يلا بسرعة بسرعة. حرف جر. إلى نوعها حرف جر. قلنا طعام صحي. فادي، أنا آكل كل طعامي. أنا آكل كل طعامي. الجسم، أنت تأكل نشويات. نشويات فيها إيه؟ فيها إيه؟ تنوين بالكسر. برافو. طب بص كده معايا، نشويات فيها إيه تاني؟ سمع حد بيقول لي يا مس ده فيها مد بالألف. برافو. دونة. دونة فيها إيه؟ فيها مد بالواو. برافو عليكم. خضر وفاكهة. فاكهة هنا مين يقول لي فاكهة نوعها ايه؟ سمع حد بيقول يا مس دي اسم في اخرها تاء مربوطة وكمان تنوين، والتنوين علامة من علامات الاسم. برافو، التاء المربوطة كمان. طيب، وبروتين، شايفين الكلمة دي يا اولاد فيها ايه؟ وبروتين فيها اتنين مد، مين يقول لي بقى ايه هما الاتنين مد اللي موجودين في الكلمة؟ وبروتين فيها مد بالواو ومد بالياء. برافو، شايفين المد بالواو الحرف الممدود اللي قبله جاي عليه ايه؟ عليه ضمة. والمد بالياء الحرف الممدود اللي قبله جاي عليه ايه؟ جاي تحتيه ايه؟ كسرة. برافو، عشان الياء بتحب الكسرة والواو بتحب الضمة. برافو عليكم. فادي حزينا. فادي بقى يا ولاد وهو حزين، حزين عكسها ايه او مضادها ايه؟ عكس حزين ايه؟ مين يقول لي مسرور او فرحان؟ برافو عليكم. احتاج لان اكون متوازنا. يبقى فادي بيكلم كده جسمه يا ولاد او بيكلم نفسه وهو حزين وزعلان، بيقول احتاج لان اكون متوازنا. متوازنا يعني متساويا او منضبطا، ممكن تبقى متعادلا كمان. يبقى متوازنا يعني ايه؟ منضبطا او متساويا او متعادلا. مضادها ايه؟ مضاد منضبطا او متساويا ايه؟ مختلا. مضادها ايه؟ مختلا. مضاد متوازنا ايه؟ مختلا. برافو. يبقى ماذا يحتاج الجسم لكي يكون بصحة جيدة؟ يحتاج الجسم الى طعام يحتوي على نشويات وخضروات وفاكهة وبروتين، وده اسمه طعام صحي. طعام ايه؟ صحي. برافو عليكم. تعالوا نكمل. شايفين يا ولاد الطعام الصحي زي ايه؟ الفواكه والخضروات زي ما احنا شايفين كده في الصورة، الفواكه والخضروات، اللبن، اللحوم، كل دي يا ولاد بتبقى أطعمة موجودة في الطعام الصحي، لازم ناكلها وندخل العناصر الغذائية دي كلها في جسمنا عشان الجسم يكون متوازن وبصحة جيدة. تعالوا معايا نشوف معاني الكلمات. متوازنا يعني متساويا أو متعادلا أو منضبطا. غرفة يعني إيه غرفة؟ يعني حجرة. استيقظ يعني صحى. أشعر يعني أحس. أشعر يعني إيه؟ أحس. صحي يعني سليم ومفيد. صحي يعني سليم ومفيد. النشويات قلنا زي الخبز أو مثل الخبز والأرز. البروتين مثل اللحوم والألبان. تعالوا نشوف الكلمة وجمعها. غرفة، جمع غرفة إيه؟ يلا برافو، سمع حد بيقول لي غرف. الساعة جمعها إيه؟ الساعات. الوقت جمع الوقت إيه؟ الأوقات. جمع جسم إيه؟ أجسام. طب وجمع طعام؟ كلمة طعام جمعها أطعمة، يبقى كلمة طعام جمعها إيه؟ أطعمة. ألم جمع ألم إيه؟ آلام. برافو عليكم. تعالوا نشوف كده متوازنا مضادها إيه؟ مختلا. الصغيرة مضادها الكبيرة. صباحا مضادها مساء. صحة مضادها مرض. صحي، احنا قلنا صحي يعني سليم ومفيد، مضادها ايه بقى؟ مضر او مؤذن او ضار او مفسد او مسيء. يبقى صحي مضادها ايه؟ مضر او مؤذن او ضار او مفسد او مسيء. حزينا مضاد حزينا ايه؟
سعيدا، برافو. مضاد حزينا ايه؟ سعيدا. اصعب مضادها ايه؟ اسهل. مضاد اصعب ايه؟ حاجة صعبة. مضادها ايه؟ حاجة سهلة. مضاد اصعب اسهل. تعالوا نشوف الاسئلة. اين استيقظ فادي؟ استيقظ فادي فين؟ كان موجود فين؟ استيقظ فادي في غرفته الصغيرة. متى استيقظ فادي؟ استيقظ فادي في الساعة 6 صباحا. الوقت اللي استيقظ فيه فادي كانت الساعة 6 صباحا. لماذا شعر فادي بألم في جسمه؟ ليه فادي يا ولاد شعر بألم في جسمه؟ لأنه ليس بصحة جيدة، لأنه حاسس إن هو مش بصحة جيدة. ماذا يحتاج الجسم لكي يصبح سليما؟ الجسم محتاج إيه لكي يصبح سليما؟ يحتاج إلى نشويات وخضروات وفواكه وبروتين. لازم العناصر الغذائية دي كلها يا ولاد تكون موجودة في الطعام اللي بناكله عشان يبقى طعام صحي. لماذا حزن فادي؟ لأنه يحتاج أن يكون متوازنا. يبقى ليه فادي كان حزين وزعلان؟ لأنه يحتاج أن يكون متوازنا. برافو. تعالوا معايا نشوف خريطة الكلمة. متوازنا، متوازنا نوعها ايه؟ نوعها اسم. برافو، ده فيها تنوين اهي، اخرها تنوين بالفتح. برافو، نوعها اسم. طيب معنى متوازنا ايه؟ فاكرين يا ولاد قلنا ايه؟ برافو، منضبطا او متساويا. برافو عليكم. يبقى معنى متوازنا ايه؟ منضبطا او متساويا. تمام. طيب مين يقول لي مضاد متوازنا؟ فاكرين خدناها من شويه قلنا عليها ايه؟ سمع حد بيقول يا ميس مختلا. برافو، مضاد متوازنا ايه؟ مختلا. طيب عايزين نحط كلمة متوازنا في جملة. يلا برافو. سمع حد بيقول اهو، يحتاج الجسم الى الطعام الصحي لكي يكون متوازنا. يحتاج الجسم الى الطعام الصحي لكي يكون متوازنا. برافو عليكم. برافو. تعالوا نشوف الشبكة المفردات دي يا ولاد. جسمي، تعالوا بقى مين يقول لي الجسم ده فيه ايه يا ولاد؟ يلا برافو. صح، سمع حد بيقول لي رأس. برافو. طب في ايه تاني؟ عين. برافو، جسم رأس وعين. ايه تاني؟ يد. صح كده. يلا عايزة حاجة تانية، مين يقول لي؟ صح، سمع حد بيقول لي قدم. صح كده. برافو عليكم، برافو عليكم يا ولاد.